أسعد الله صباحكم أسعد الله مساءكم أينما كنتم معكم إبراهيم إدريس في رحلة في ملامح في الذاكرة الإريترية يصطحبنا في هذه الرحلة الأستاذ المناضل صالح سليمان آدم وكنا قد استمعنا إليه في الحلقة السابقة في تجربته التي كان ضمن اضلاع المجموعه التي وصلت الى منطقه المنطقه السالسه والتحديات التي واجهتهم مع كل من القوه الثلاثه التي كانت في البدء مع الكوماندوس والجيش الاثيوبي والمرحله الاخرى مع ميليشيات الإيرثية المتواجده في المرتفعات. أستاذ الفاضل تجربه الميليشيات تجربه لها ابعاد اجتماعيه ابعاد سياسيه ابعاد ايضا ثقافيه فيما يخص الطائفتين ولها جذور في ازمه فهم حقيقه ما كان يحدث في المرتفعات من هذه القوه التي رفضت وبدون اجر وبدون تعيين طوعا منهم ان يكونوا حلفاء للكوماندوس والطرسراويت في مواجهه جبهه التحرير الاريتريه. هل وقفت عندها وشرحت لنا اهم اسبابها واهم القيادات التي كانت تقود هذه المعارك التي اثرت في النسيج الاجتماعي والفكري والسياسي للمجتمع الاريتري وما زالت تجتر آلامه إلى يومنا هذا. شكرا جزيلا للأخ إبراهيم. هذا موضوع كثير حساس ومهم توضيحه لأنه يتعلق بالعلاقات المجتمعية للمجتمع الأريتري. وأحيانا يجر إلى انقسامات بحكم فئة تنتمي إلى المليشيات تشكل فئة من مكونات المجتمع الأريتري موضوع الميليشيات قبل موضوع المليشيات لو أشرنا إلى تركيبة المجتمع الأريتري المجتمع الأريتري مجموعة مكونات تجتمع في بقعة جغرافية محددة وبحكم الاستعمار المتعاقب ما حصل تجانس متكامل بين هذه المجتمعات ثانيا المجتمع ما مر بمراحل التطور المجتمعي الطبيعي كالمجتمعات الثانية وبالتأكيد هذه ايه التكوين يشكل نوع من الفهم اذا لا أن المجتمع حياتي باسمه عامه في مجتمع ما 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 واعي حتى الانتماء للجبهه التحرير للثوره والانتماء العكسي ربما مبني يتعلق بميول الديني او ميول الثقافي في الحالتين النظام الاثيوبي لعب في 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 في, هذا التباين الطبيعي اقول انا لان تباين طبيعي انا بطبيعي مسلم وهذا بالطبيعي مسيحي في 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 هذا الاختلاف يعني اثيوبيا جندت المجتمع هذا ب ب ب وفرت للمتعلم التعليم ووفرت وف للتاجر المسيحي المال ووفرت للانسان الشاب ايه شغل تاع التجنيد العسكري الكوماندوس ما قاموا بهدف لاستهداف طرف معين من المجتمع الاريتري ايه جلدوهم جندوا كعساكر انا ذكر كانوا قالوا توحي لا كلاي كوماندوس يعني تعوت الي كوماندوس كويري هذه هذا مجرد مفخرة مفخرة كانت مفخرة مفخرة ومفخرة لكن مش 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 ما تستهدف الدين لا تستهدف اعتقد عرق معين كانت فرصة للتوظيف في التوظيف اللي يستهدف هذا هو الانسان خلق الجنة اللعب في هذا في 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 في, حبال الخلافات أثار التقسيم هذا وأنه الميليشيا أصبحت تحس أنه هي طرف أساسي في المعركة والكوماندوس أصبحوا هم مفخرة لتوظيف الشباب وده الدور اللي النظام الإثيوبي في كيفية استيعاب هذه القوة ضد شعبها في المنخفضات في أو في الدفاع عن مناطق المرتفعات. تفضل. آه نعم. طبعا حصل تطهير ممكن نسميه تطهير عرقي لأنه حصل إبادات لعشرات القرى في المنخفضات الغربية وفي مرتفعات وفي الساحل الشرقي وفي الساحل الشمالي حصلت إبادات. ده كان قرار صدر من أسرات كاسا أول جمع كبار القبائل وأنذرهم طبعا حصلت برضو كان يرسل لجان كانت تروح بعملة أيوة وتطالب الناس يرجعوا إلى آخره في الأخير قرر الذكر في أسمر صدر قرار يقوم بعمل مارشال لو عمل يعني يتخذ قرار عسكري في 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 مناطق واباده كل القرى التابعه لل، القرار ده صدر في على قاعد بالتحديد ما اذكر التاريخ صدر هناك وقري برضه في 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 عتقي القرار هذا وقراوه برضه ايضا في في سلحفه وايضا بالتاكيد في تاريخ من في. هنا قال عبيد الجماعة دول للتاريخ احنا نتكلم عن 66 67 68 في هذه المرحلة تم قرار تصفية منابع الثورة 67 منابع الثورة 67 ايوه آه واللي هي القرى والحضر والأرياف والمناطق الموجودة فيها الحضر الزراعي قصدي أو الرعوي والقرى آه تم التصفية هذه بأيادي إثيوبية وأيضا مدعومة من قوة إريترية ممثلة في الكوماندوس والميليشيات آه من هم أنا نتكلم حسنا عن الميليشيا باعتبار أنه أكثر قربا للجماهير وأكثر قوة واجهتكم أنتم في المعركه وديل ما مجددين، ديل متطوعين من نفسهم عشان يخشوا هذه المعارك. وعشان كده بنقول احنا فهم القضيه هو المهم من اجل معالجتها، فاحنا بنحاول نفهم بالضبط ايه اللي كان بيحس بيحدث ومن هم القوه اللي كانت تنفذ هذا المشروع. تفضل. <applause> <applause> طبعا انقسام سياسي عسل، في ناس اللي قالوا انضمام دول يتحملوا مسؤوليه ك... قرار السياسي ايوه الجهه المسؤوله الواعيه ايوه في ناس يحاولوا يبرروا انه كوماندوز دول كانوا جهله ايوه عشان كده ما تحسبوهم على على غرر بهم ايوه على تكرينيا وعلى المسيحيين لانه دول مجرد كالان عام او 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 يعني هذا التبرير حنرجع إذا مين كان مين كان يقود هؤلاء هؤلاء المجموعات؟ أنا متأكد زي ما في البداية قلت ده ما قاموا لما نتجنّد عشان يمشي قاتل المسلمين أو يحرق قرى المسلمين. ما كانت هي دي ما كان ما قاموا لهذا دول دول عساكر زي وزد أرسرا وزي زي زي وغيرهم جماعة المجلدين أي قرار يصدر من جهة المسؤولة ينفذوه. ينفذوه. إذا لا, لا أقول الهدف المب... مش هدف مبيت لتنفيذ عمل إجرامي ضد مجتمع بعينه ده 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 هذا الجانب الثاني الميليشيات شعب اللي الميليشيات نجد في ميليشيات تحدث تحدثنا عن كوماندوس وحتى اسراويت لجوا هناك لجوا كجيش اثيوبي كجيش اثيوبي تنفيذ <applause> <applause> ال لفكره احتلال النظام ايوه الدوله ذاتها الدوله ذاتها الدوله ذاتها أيوه. يبقى الصراع ما بين الدوله وبين الثوره الثوره, الثورة. ايوه وما بينهما حتى لو جينا في المحاسبات حيحاسبوا عن كبار القيادات اللي اكيد اكيد ارتكبت هذا اكيد ما ممكن تحاكم لك كلكم كلكم اكيد, أكيد. الميليشيات نجي في الميليشيات برضه معبين وانا اقول الكلام ده من خلال معرفتي من خلال كلام سمعته من الميليشيات نفسهم الميليشيات دي كلها اللي, اللي كانت كانت تحاربنا انا هتكلم في ميليشيات في في كرم في عنسبه في في كل المناطق انا وفي اقول حتى على الميليشيات في سراي المنطقه اللي عملتها فيها أنا. وده اللي احنا عايزينه يعني احنا نعم. ما عايزين نقرا التاريخ كله كله ممكن نضل يعني نلقي عليه اضواء لكن يفترض انه نقدم معلومه وده مهمه البرنامج التوثيقي ومن خلال شخص مسؤول او شخص عاش على التجربه فعشان كده ده بيكون مصدر للباحث او مصدر لاي مرجع كسند يعني اتفضل استاذي جميل الميليشيات اللي كانت في سرايب التحديد لكل في كل في حصل عسل نفس الاباده ناس تتهم بعض الميليشيات يعرفوهم ارتكبت نفس الفزاعي هو ما هو ماشي مخفي يعني المسجد الاستاذ المسجد كتبوا في التاريخ كتب اسماء كثيره من ايوه, أيوة. حتى أيوة. أيوة. حين توفى الله يرحمه الاستاذ محمد علي عائلته بالكامل اباده ويقال انه الجهات اللي اباد تحلو يعرفوهم أيوه. تكلم عن الميليشيات اللي كانت في سرايا هذه الميليشيات الثلاث قوى كانت تحارب الكوماندوس نحن لما الكوماندوس ينتقل ننتقل المعركه مع الميليشيات ننتقل من الميليشيات الى الى طور سراويت دي تتكون اغلبهم من ناس قحين قحين يمكن اسمائهم لو ممكن اذكر اسمائهم تفضل اللي انا عندي لسته هنا لكن ممكن اساعدك لو ممكن أقل... نعم أيوة. ساعد هذا في تقلنكيل هذا الفترة هو من اكبر واقوى قائد كان يحرق في بركه في المناطق ذاك وبعدين قتل في معركه قرقون ده تقلنكيل تخلويني ده على واحد قال لي برهان اسمه قال تخلويني هذا اخوه ليه. تخلين كيل بعدين في قرماء قال قابر قرماء قال قابر قرماء 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 قتل في معركة دراوش هنتكلم عنها المعركة جميل دي. جميل وقبل نقصتا هو مات في 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 منطقة اسمها الدقروندي عدي الدقروندي اسمها الدقروندي الدقروندي أيوة حلق أسفاريا ما مات برضو كان يحارب وأيضا أشبر أبرها قتل في مندفرة في دعيم قتلوا آه في دبس هيدرار هذا تعقل وزاه دبس هيدرار ده تابع دبس هيدرار مشكلته زمان قبل كنت ال... قبل, قبل 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 الثورة أيوة المنطقة دي ال... منطقة شفة, شفة أيوة أيوة ايه الصراع كانوا بين ال... اه مع انه المجتمعات تعيش مع بعض حتى اليوم لكن كان نوع من ال اه... يا... كانوا يقاتلوا بعد مجموعة تاجر طيب إحنا هنا وقفنا عند أهم الأسماء اللي هم أو الرموز اللي كانت موجودة في منطقة السرائية وكان يمثلوا قيادات المليشة بشكل رائع وضحت تحليلك للضحايا في منطقة بركة وقاش وبناطق حتى في كل كوزاي وكيف انه تم تصفيه كثير من القرى يعني عد ابراهيم ما لك في كتاب كامل حسب مرجع موجود للمعارك دي كلها موجود اتكتب بتقريبا انا اتمنى يترجم بالعربي وحسن لك انت قدمت المقدمه النظريه لهذه الفكره انه النظام الاثيوبي واعوانه واعوانه لما نقول بنتكلم عن اتجاه واضح اللي هو حزب ال الوحده يعني وكل من والاهم في مصاف كثير من المواقع طيب هنا تحليلك بأنه ديل برضو في النهاية يحسبوا كضحايا لكن لا يعفي في التاريخ أن هذه القضية هي قضية أثرت على وحدتنا وأثرت على كل المحاولات لرأب الصدع في الصراعات الثنائية بين الطوائف والمناطق الأقليمية وقومياتها العرقية أستاذ صالح ممكن يعني بشكل محدد عشان نطلع من الحته بتاعت المنطقه الثالثه. اهم المعارك والتحديات اللي واجهتهم الى انك انت طبعا التاريخ بيسجل لك مواقف بطوليه ومع رفاقك وتضررت يعني حتى تم اصابه يعني اصبت انت في معركه من المعارك، تفضل استاذ صالح. جميل. تفضلت الميليشيات هي جزء من هذه المنظومه العسكريه الاثيوبيه وهم اداه دائما في وسط منظمه معينه في وسط الجيش تجد ايضا ناس حاقدين عشان ما نوري المجموعات كلها بريئة بريئة لأن هي كانت ترفز أوامر الجهات المسؤولة أيضا في وسط هذا القوة عناصر كانت تمارس عملية متعمد القتل متعمد نظرا للخلافات السابقة أو أو من منطلق أيضا جهوي هذه الممارسات كانت تتم <applause> والضحايا كانوا قرى تاريخيه موجوده في بركه <applause> وداش <متحد> وكل كل... ولاجئين في اريتريا في السودان 67 ظاهره لن ينساها التاريخ يعني ظاهره <applause> لا ينساها التاريخ من اخر الى إيه من اخر نبقات الى وصل السودان اهلنا اهلنا اذا يحتاج الى نحن بكره نحتاج الى السحر المجتمعي نقعد الناس اللي تدرت من تحت نقعد اللي حصل في جنوب افريقيا زي جنوب افريقيا والى اخره نقعد آيه. آيه. مش حالة. الناس اللي ارتكبوا الجرائم ماتوا انتهوا ما ممكن لا تزير وزيرة وزيرة اخرى احنا ما احنا حاكم نقول والله ابوهاتهم قالوا كده وتحاسب ابنائهم لكن لكن يزال المساله بتاعت نزيل اللي 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 مش الحساسيات المأساة من ونجي نحن نعمل كمجتمع واحد. واحد, عشان ما يتردد يترتب كان نفس الع... نفس من جديد يعني. وانا اعتقد لسه العمليه دي من فتره لفتره قاعد تسعر بشكل خاصه حسب الفتره الاخيره با... مع ما... ما... عشان ما اطلعكم صراع ويال بدا بدا أيوه. اذا قاعد تبرز على السطح نفس مشاكل خلافات خلافيه يعني نحن أيوه. أيوه. وانتم انتم نحن ايوه هل عايز اقول اذا دي عملت معارك كثيره يعني. يمكن هم إيه اعتقد اقوى من الـ من الـ في نظري اقوى من الـ من الكوماندوس لان هم اصحاب المنطقه اصحاب الارض واصحاب أصحاب الارض وداخلين وداخلين ويعرفوا بالاسم بالاسم يعني بيعرفوا بيعرف باسم بيعرف أيه. 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 باسمي باسم أيه. أيه. الناس إيه المعارك الاخيره عندنا مع, مع بالمناسبه إيه ما قلنا في بداية المعارك اللي عملت منطقه ما ممكن ما ممكن انا وردت في في شهر واحد في شهر واحد نحن عملنا منطقه معركه في باتوكا منطقه في أملة منطقه في قحيتو فرق خمسه بس. سته ايوه 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 وعايه معارك ثاني برضه في عددها قافين ما ممكن نسكن الميليشيات المعارك اللي كانت عندنا اول ما طور سراوي بعد طور سراويت متقدم ويجي الكوماندوس بعض الميليشيات الميليشيات احنا حرمنا معاهم معركه قحاين انا ما اشتركت في المعركه دي أيوة. لانه انا رجعت من جديد ايوه من جديد عن طريق بركه من نفس اللي مشيت فيها انا أيوة. ارعت هنا الجماعه دخلوا عن طريق كروزايد هناك أيوة. دخلوا معركه في قحين الناس اللي اشتركوا أيوة. زملائي أيوة. حتى جرماي محاري في زميلي في هناك باكدر جنرال قرماي محاري في 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 اريتريا قائد قائد في اريتريا جنرال هو أيوة. مسؤول تاع هو اشترك هو من ضمن القوى الجد هناك اول ما دخلوا القرية كالعاده انت لما تجي في منطقه معينه تقعد بعيد ويجيك كوادره كوادر هذا هو اللي يستقبل الناس زي اللجنة في زي اللجنه ايوه, أيوه. أيوه. جي هم أه بالمناسبه ما زي القرى الثانيه انت لما تجي مثلا في قرانا في يقولك زي أه تدخل في البيت الناس تقعد معاهم لانه تعتبر من من الاهل وكانك جيت في 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 بيتك وايضا ما في نظام حتى لو جاهم ديف ثاني يكلفوا له لا يكلف شخص يستخدم اما أيوة. هنا ده معروف إذا اصلا مكلف من زمان أيوة. يجي يقول لك تطلب شنو؟ أيوة. عاوزين ايه؟ كم نفر؟ كم أيوة. كم 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 مثلا قجه ولا كم ده أيوة. إيه عندهم نظام نظام متحدر أيوة. اذا لما جفوا حيل أو لما قعدوا الجماعه استقبلوهم وقبلهم هم عاملين حسابهم يعني هو بيوتهم عباره عن خشب عاملين فتحه لسبطانة السبطانه اللي هي اللي هي الباسوره هذه. ماسوره ال. لا لا سوري سبطانه باسوره باسوره تخرج منها اللي اللي. اول انا زي ما حكوا لي قال لهم ادونا عشان نتفاوت مع القائد في واحد اسمه علي دنكلي شاب ايوه قائد قائد حكومته كان هو. ومعه عثمان لما مشوا اول شيء قتلوا الاجلاد طلعت ابعاه قالوا للمليشيا الميليشيا ايوه حقه حيل ايوه هنا إيه حصلت معارك إيه طبعا إيه تبادل النيران حصل بعد الحرائق وايضا البهائم تبعثرت إيه وحصل في الاخير حرب القائد المشا ود سلام سايلو ود, سلا ود سلام ايوه ود سلام أيوة, أيوة. ايوه مين سلام سايلو أيوة. السلام هذا بيت في امريكا اسمع تتكلم دائما أيوة. السلام قتلكم من تقول ايوه بالتحديد مع سمعت لها مقابله مع ناس في كندا ايوه ناس م... في المقابلات مقابلات أيوة. رجل بس عمل لمجموعه ايوه, رجل... أيوة. 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 اذا حصل المعارك اللي حصلت برضو في حاسكور ثلاثة عشان ما نمشي طيب عشان الوقت أيوة المعارك ده كان يحصل نحن كنا نعمل معارك في سرايم ولما نمشي نجي نجيب الزقيرة طبعا نخطها في في بركة برضو لما نمشي الزخيرة كنا نعمل معارك برضو في بركة في عدقنات قنات في دولوك في عاد كوكي في دقا في المناطق ده كلها برضو كنا في حرقوق في في الطاولة أيوة. برضو كانت تواجه معارك كل هذه المعارك كل هذه المعارك, المعارك تواجهكم مع الميليشيا غالب مع مع الجيش، مع الجيش مع مع الكل أيوة. معركه كثيره. المعركه الـ 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 الاساسيه اللي احنا اللي بعد المعارك اذكر عملنا معركه مع إيه درابوش مع قرمايقلا قابر. درمايقلا قابر. هذا اللي مات هناك. درمايقلا قابر. قائد ها؟ قائد مليشيا. قائد مليشيا. ايوه. ده عدد كبير عنده ومعاه مليشيات الثانيه. ايوه. مجموعه جو هم ما فالس ما ايوه ما فالس ما وجماعتنا كان في درابش الشيخ حسين وعبد القادر كبيره وكرر اسمه كرر, كرر عثمان وذول أيوة. كانوا في 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 درابش اوال أيوة. نزلوا دخلوا معهم في معركه أيوة. المعركه بدات في الصباح حوالي الساعه 10 أيوة. نحن كنا في في منطقه اسمها دبكساد قرمو هناك أيوة. آه كان معنا أنا الشيطور مرسوبه كان معانا انا وزميلي جرماي الشهيد عمر سوبه مرسوبة هو كان قائد السريع حق من أيوة. حقنا وبالتالي احنا مشينا نعزي الشيخ إيه الحاره ام كانت ماتت عند 40 قلنا نمشي نعزيهم ايوه احنا تعاملنا حتى في, في 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 طريقه التعامل مع, المجتمع مع المجتمع مع المجتمع بس قاعدين هناك جاء قادر هذا تكلم بصوت مخفض مع مع الراجل وحنشرب نشرب قهوه بعدين يعني انا شكيت لحقت وقال لي الحقوا قلت له الزر ده قاعد يتكلم قال لي في معارك في درع بوش تحركنا من من مش المجتمع كثير تعاون يعني الدوره لبن أيوة. وبرضه يعني ساعات وحلكم سكر يعني ايوه, أيوة. تحركنا من هناك احنا جينا يمكن اخذنا ساعه وكم لسه المعركه مستمره مستمره ايوه جينا من الخلف م. درب القوة اللي كانت ماسكة التبه, التبة دي أيوة. نزلناها دي أيوة. نزلناها قتلنا بعد الأسلحة وماتت بت مسكينة طلعت كده ما عارف قالوا لها موية طلعت ماتت هناك وبعد ما شلت جماعة دم هنا جماعات اللي قاعدين هناك ناس خير <applause> عثمان كان يضربوا هنا يضربونا نحن. ايوه ما عارفين. ما عارفين. أيضا. احنا احنا جينا وفت عيالك. جيتوا جيتوا من الخلف. من في من مسافة بعيدة من خلف على أي. الجبل. ايوه. من ورا ضربنا الجماعة شلناهم. أيوة. اللي مات مات واللي الاسلحة اللي اخذناها هذولاك بقى بقوا يضربونا. ايوه. هنا ما في التواصل ما في. ما في لا سلك. اله ما, اله سلك ما, في ما, في ما في ما في حي بس انت ترفع العلم. ايوه. ما يشوفوه احيانا بس في فرق شوي احنا اسلحتنا بريتشيكي. والعاد برين إنجليز هو أيوة. بعد فتره ذكر في اسم عسلوال اسمه زميل في السويد يا اخي قال لك جوع الحاد ربهم جننونا خلاص أيوة. لا في واحد ابراهيم ابراهيم حمد الدين اكيد هم م. يمكن المره اللي قتلوه هم حمد الدين ضربوا كسروا رجله انتوا <applause> كسروا كسروا من هناك أيوة. لا لا من هناك ضربوه اعتقد يا أيوة. يع... الحل... مست... دول اللي قاعد يضربوا وذلك برضه قاعد نحارب هنا الميليشيات من كله بس احنا افتكرنا قلنا الجماعه بعد يمكن اسماعيل لما دربهم انسحبوا هم ايوه انسحبوا جماعتكم جماعتنا انسحبوا انسحبوا مش بس في ايوه المعركه حسي بقت يعني واضحه أيوة. كثير استمرت لحد ساعة, ساعة ساعة ستة تقريبا من الصباح من الصباح ساعة 6 أيوة. أيوة. مساء أيوة إيه قريبا قلقا برمات القائد مات أيوة إيه مشينا هو عرف قرباي ساحب هذا أيوة. لأنه زمان في عد قرد كان ابراهيم الحالي قاعد اتكلم أيوة. 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 ايوه عرفه ايوه لا ذاك زمان كان مضروب في رقابته رقبته اه عرفه عرف يعرفه وهي بسنونه كمان بسنونه, بسنونه ايوه سنونه بس أيوة. تطوع عامل في أيوة. سنونه أيوة. ده قال لك رماي جروط العم هناك بالذكر كان عنده خاتم ذهب واخذ بالاشاء اسمه شو الحل ستيل حقه أيوة. ولا بتاع اسمه والثاني برضه القائد حول ال ال كان ماسك برين ايوه دي يمكن كسر كلها كسر كذا فعل دي دي هتاخذنا لتفاصيل كثيره بس عايزين نختصر ايوه اختصار المعركه المعركه دي ايوه انتصرنا فيها لحد الساعه 6 انا اللي عايز عايز أجي لك الناس اللي انسحبوا ايوه الميليشيات دي رجعوا مسكناهم ايوه وقالوا أن احنا ندافع عن ارضنا ايوه لا انتم تبيعوا الارض على العرب دي دي, 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 دي دي القناه اللي تبعتوا هذول قالوا انتم طيب دلوقتي انت قاعد تديني تفسير جديد بانه هذه القوه وهي بتدافع عن ارضها ايوه بتدافع عن ارضها ضد قوه حتبيع اريتريا للعرب للعرب مع التعبئه اللي هو موجودين فيها ايوه ايوه فعشان كذا يعني عشان نبي التفسير ليه هم لهذه الدرجه متطوعين لهذه المعركه زي ما انتم قاعدين تحاربوا من اجل وطنكم هم عندهم نفس القناعه بانهم قاعدين يحاربوا دي قضيه برضه يعني ممكن المؤرخين والنقاد اللي حيتابعوا هذا الحديث الشيق ومعجب جدا بطريقه تصويرك لهذه المعركه دي افاده افاده قويه افاده قويه ممكن نستدل منها قراءات جديده لفهمنا للتاريخ وطبيعه الصراعات مش تبريرا للجرائم اللي قاعد اللي تم ارتكابها بقدر ما انه الناس تنظر للمستقبل بروح تحليل اكثر مواءمه زي ما انت تفضلت لمعالجه هذه القضايا. طيب بهذه النقطه احنا نقف عند هذه النقطه وندخل في موضوع برضو مهم التطرق اليه. المعركه اللي انجرحت فيها ربطتها مع معارك اللي حصلت مع, مع الميليشيات. أنت قلت حاج موسى كان بيتعاون مع الناس. تعاون مع أيوة. هو الناس. شخصية شخصية طيبة كانت حتى مع... يعني احنا أيوة. عاهدنا به في الحركة الطلابية طيب في كسلة. أيوة. الجماهير لأن الجماهير ذاتها كانت مستعدة احتدت هذه الإنقسامات. أيوة. كانت سبب أكبر وهذه التحديات تحتاج إلى الناس لازم تكون. جيش واحد ممكن يكون تمييز